الصحفي، تعتبر المؤتمر الصحفي الثاني بعد التأسيس لإعلان موقف التحالف من بعض القضايا المهمة في الحياة السياسية، وإن إحنا ونحن مقبلون على انتخابات البرلمانية، فيجب الاستعداد ليها استعداد يتلائم مع أهمية هذه الانتخابات بعد صدور الدستور وبعد انتخاب السيد عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. تشرف الاتحاد وأعلن النهارده إنه الفريق القانوني لتحالف العدالة الاجتماعية يعكف على دراسة بعض القوانين منذ عدة أشهر بعد تأسيس هذا التحالف في 16 يوليو 2014، ترسيم الحدود بين جميع المحافظات تجنبا لحالة من حالات الاستقرار، عدم الاستقرار التشريعي المتوقع، لأن لو صدر قانون الدوائر الانتخابية ولم يصدر قانون الترسيم وأجريت الانتخابات ثم ظهر تعديلات، يبقى في هذه الحالة يبقى مجلس النواب القادم ومجلس الشعب هيبقى مهدد بالحل. فإنه لابد من صدور قانون يمنع الإهانة لثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لأنها إهانة للشعب. فنحن نهدف في هذا القانون على أن نبتدي بالغرامة ولا نبتدي بعقوبة الحبس، وده اللي احنا عاوزين نكلم. المادة التانية، لكل شخص من حق كل شخص أن يبلغ عن جريمة الإهانة للثورة عن طريق الشكوى للنائب العام، كما يحق للنائب العام أن يحرك الشكوى من تلقاء نفسه. أهم مادة، المادة الثالثة، إن المادة دي مهمة جدا، إحنا جايين على مجلس برلمان قادم، فأنا عشان كده حطينا نص المادة دي بيقول إذا وقعت الجريمة من شخص لديه حصانة تسقط عنه الحصانة ويتم التحقيق معه بواسطة المحامي العام أو قاضي تحقيق ينتدبها وزير العدل أو النائب العام.